المفتاح. سجين يخطط لفرار جريء من السجن. اذهب وألا سأقتلك. فكرت في أنه سينهي حياتي ليهرب. فر كيري سيلفرز من الشرطة وتوجه إلى المكسيك، ثم اختفى عن وجه الأرض. بنى حياة جديدة، لكن نجاحه سلط الأضواء عليه. اسمي السيد، هذا لا يرغب في فعله هارب من القانون. التغلب على سيلفرز لن يكون سهلا. كان يسبقنا بسنتين ونصف السنة. كاري سيلفرز، نعلم من أنت. يحاول المجرمون أحيانا أن يهربوا من العدالة. انبطح أرضا. إليكم قصة رجل كاد أن يفلت بفعلته. 18 من أبريل سنة 2002، سجن مقاطعة أورنج في بيولي، إنديانا. كيري سيلفرز ذو 28 عاما يقضي في السجن 61 عاما بتهمة جرائم السرقة، السطو وحيازة المخدرات. أمضى معظم أيام مرحلة البلوغ في السجن. الرقم 3، لكن هذا على وشك أن يتغير. أثناء اقتيادهم إلى الزنزانة، تغلب سيلفرز واثنان من السجناء على حارس السجن. سأقضي عليك، وهددوه بسكين مزيف. سأقتلك. عندما خرجوا من الزنزانة وضعوا السكين على عنقه، قالوا له أنهم سيقطعون له حلقة. خذ المفاتيح. كبلوا الحارس إلى قضبان الزنزانة. اذهب اذهب. وتوجهوا إلى الأسفل إلى المكتب. سمعت مفتاحا يوضع في قفل الباب ويفتح، ظننت أنه أحد الشرطيين. كان دوك شيبيرت في الخدمة مع شرطي آخر. تمت مفاجأتهما. ارفعا أيديكما، هيا هيا، دعي الهاتف، دعي الهاتف، دعي الهاتف. أخرج سيلفرز ما بدا وكأنه مسدس شبه أوتوماتيكي. المسدس كان مزيفا، صنعه سيلفرز سرا منذ عدة أيام. قررت أن أصنع مسدسا مزيفا من ورق الحمام المبلل مثل الورق المعجن، واستخدمت الصابون لجمعه والحبر الأسود لطلائه وجعله يبدو حقيقيا. الشرطي شيبيرد مسلح، لكن لا وقت لديه للتصرف. كان لدي ثانية لأدرك أنني في حال أخذت مسدسي قد يطلق النار أولا وسأموت بالتأكيد. انبطح انبطح. قبل أن أمسك بمسدسي أمسكوا بي ودفعوني إلى الأرض وأخذوا مني مسدسي. يعلم سيلفرز أنها مسألة دقائق قبل أن يراهم حارس آخر، وبدأ يخاف. أين أصفاده؟ أراد سيلفرز أن يعرف مكان أصفادي، وقلت له إنه لم تكن الأصفاد معي تلك الليلة. بدأ أنه انزعج قليلا، صوب مسدسي إلى رأسي وسألني مجددا عن مكان أصفادي. وإلا سأقتلك على الفور. كنت أحاول حينها أن أبدو قويا جدا، إذ من الممكن أن يحصل أي شيء. قلت له سأطلق النار عليك، كنت يائسا. أعطني أصفادك. ليست معي. كان المسدس من الجهة اليمنى ولم يكن من الخلف. رأيت إصبعه يضغط على الزناد، وفي تلك اللحظة فكرت في أنه قد ينهي حياتي ليهرب. الساعة تدق، على السجناء الثلاثة أن يتصرفوا قبل أن يكشف أمرهم. أوقفهما أوقفهما. جعلوني أضع يدي وراء رأسي، أخذوني إلى الممر وأعادوني إلى منطقة الحجز. وضعوني مع إيدي في زنزانة الحجز مع بعض السجناء الذين كانوا فيها. سارع سيلفرز وصديقاه للخروج من الزنزانة. هيا فلنخرج هيا. لكنهم متقدمون بخمس دقائق فقط. يوجد مجموعة من المفاتيح هناك، أحضرها. عاد أحد السجناء العاملين وسأل إن كان في وسعه المساعدة. عندما أصبح حرا أعلم شيبيرد السلطات بعملية الفرار. هيا هيا. بدأت أقوم بعملي ونشرت الخبر للجميع. أنا شيبيرد، يجب أن نقفل السجن فورا. حاولت أن أعلم الجميع لتأمين أكبر قدر ممكن من المساعدة. مايك ديكسون محقق سابق في قسم الشرطة في مقاطعة أورانج وصل إلى السجن وتسلم مسؤولية القبض على الفارين. حسناً سنتحرك. في هذه الأثناء اغتنم سيلفرز والسجينان فرصة الهروب من البلدة. كان هناك منزل يقع إلى شرق السجن وشخصان يجلسان على الشرفة. أعطيان المال، أتملكان المال؟ حاولوا أخذ المال منهما و لا، أخذهما كراهنتين.
لا لا تفعل. إنه يصاب بسكتة قلبية. الرجل في المنزل ادعى بأنه يصاب بنوبة قلبية فرحلوا فورا. سارع الثلاثة بالخروج من البلد. ابقى منخفضا. لم يعلموا إن كانت الشرطة تتعقبهم أم لا. وصلنا إلى تقاطع وكان هناك شرطي وقلت اهدأ وانعطف عند التقاطع، لا تنظر إليه، قد السيارة بهدوء. فتخطيناه. امرأة تعيش في منزل على مشارف البلدة ساعدت في توجيه الشرطة إلى الوجهة الصحيحة. سمعت نداء على جهاز اللاسلكي واتصلت بهم. مرحبا الشرطة، لقد رأيت السيارة توا. قالت إن سيارة بمواصفات السيارة المسروقة تتجه إلى الشرق نحو المقاطعة التالية. بدأت أنشر خبر فرار السجناء. كانت يدي الأخرى منهمكة بالاتصال بالجميع للمساعدة. خلال دقائق سرب من الشرطة اتجه نحو مقاطعة واشنطن. اتجه السجناء الثلاثة إلى الشرق ومروا بالقرب من سيارة شرطة أخرى. هذه المرة لم يحالفهم الحظ. تم تشغيل صافرة الإنذار فورا ورأيته يبحث عن مكان للالتفاف، فطلبت من شريكي أن يبتعد عن الطريق بسرعة. هيا 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 هيا، اختبئ وراء أي شيء، كراج أو منزل. السيارة المشتبه فيها تتجه إلى هناك. قبل أن نتمكن من الالتفاف كانت الشرطة وراءنا ورأتنا. يجب أن نتخلى عن السيارة. يجب أن نخلى من هنا. قرر الثلاثة أن يهربوا على الأقدام، لكن سيلفرز لم يتمكن من اللحاق بهما. كنت في السجن منذ 4 سنوات وزاد وزني. وصلنا إلى تلة كبيرة وصديقاي يقولان لي هيا، وبدأت بالصعود لكنني لم أتمكن من المتابعة. لقد تعبت بسرعة. الشرطية المناوبة طلبت المساعدة. وصل رجال الشرطة خلال دقائق ولحقوا بالفارين. إنهم خطيرون ويائسون، احترسوا منهم. في وقت معين أصبحنا على مسافة 1.5 كيلومتر منهم، وكانت الاحتمالات متساوية إن كنا سنقبض عليهم أم لا. الفارون يعرفون أن الشرطة تقترب منهم. شقوا طريقهم بين الشجيرات إلى أعلى التل، لكن سيلفرز كان متأخرا عنهم. هيا يا رجل، نحتاج إليك. قلت لهما حسنا اسبقاني، لقد انتهى أمري. هيا فلنرحل من هنا، هيا يا رجل. لذا رقدا إلى أعلى التلة. اقترب عدد من الشرطيين من الخلف، كنت أسمع بوضوح نباح الكلاب. استجمع سيلفرز ما تبقى لديه من قوة وتابع التقدم. لا تعلم الشرطة ما يمكن أن يفعله سيلفرز في حال حاصروا. كنت أدرك أن حياتي على المحك، كنت مذعورا مذعورا جدا. أبريل سنة 2002. ارفعا أيديكما، دع الهاتف، دع الهاتف. كيري سيلفرز فر بجرأة من سجن في إنديانا. سأقتلك. في أي وقت يبلغ فيه سجين هذه المرحلة للفرار ويسرق مسدسا، هناك احتمال كبير أن يكون مسلحا ولن تقبض عليه حيا. سارع سيلفرز إلى أسفل التلة ووصل إلى الطريق، لكنه وجد خطا من سيارات الشرطة. إنه عالق. فكرت في أن بإمكاني أن أسير إلى الطريق وأرفع يدي في الهواء وأسمح لهم بتكبيلي واحتجازي. استسلم سيلفرز بهدوء، ثم اكتشف أمرا مفاجئا. أدركت أنه لا أحد في الجوار، لا أحد في السيارات، كانوا يبحثون عني في الجهة المقابلة من الطريق، لذا ابتعدت عن الطريق ودخلت بين الشجيرات. سيلفرز كان خائفا ومنهكا، لكنه يعلم أن عليه الاستمرار. وصلت إلى فسحة خالية من الشجر، لم أكن أعرف أين أنا، كنت بحاجة إلى مكان أرتاح فيه. رأيت شجيرات شائكة إلى جانب الطريق، قررت أن أشق طريق بينها. تألمت كثيرا، كانت الأشواك حادة، وانتهى بي الأمر بالنوم. بينما اختبأ سيلفرز في الغابة لم يوفق زميله في الهروب. إنهما خلفنا. أطبقت الشرطة عليهما. مكانكما، ارفعا أيديكما. سرقوا هاتفا نقالا وكنا نتبع أثرهم من حركة الإرسال،
من مختلف الأبراج، وانتهت الإشارة في كولومبوس. أعلمنا قسم شرطة كولومبوس وتمكنوا من تحديد مكانهم. لا أصدق أننا سنعود إلى السجن. لم يكن كاري معهما. تابع سيلفرز طريقه، جال في المكان من دون طعام ولا ماء ومن دون أن يعرف أين هو، وكان يجهل أيضا إن كانت الشرطة تقترب منه. كنت قلقا جدا، إلى أين سأذهب؟ لا أملك المال، يلاحقني رجال الشرطة وأكاد أموت من العطش. أحسست بأنها النهاية. أخيرا ضحك الحظ لسيلفرز. عثرت على سيارة والمفاتيح في داخلها، كنت مضطرا لسرقتها. انتهى بي المطاف في لوفيل، كانت أقرب مدينة كبرى. قاد سيلفرز لمدة ساعة إلى جنوب لوفيل كنتاكي. ديكسون يتكلم. حسنا، تلقت شرطة أورنج معلومة عن سيارة مسروقة بالقرب من منطقة البحث. لديهم حدس بأن سيلفرز هو سارقها، وأطلقوا بحثا واسع النطاق للعثور عليه. اقتفينا أثر السيارة إلى كنتاكي، كنا نعلم أن لديه بعض المعارف هناك. أثناء توجه سيلفرز نحو لويفيل فكر فيما قد يواجهه إن قبضوا عليه. لن يخرج على الأرجح مجددا من السجن. أصابتني نوبات ذعر، نوبات قلق، ذلك الشعور عندما تعلم أنك ستموت وسيحدث ذلك بسرعة ولا شيء يمكنك القيام به. أنت محتجز، لا يمكنك أن تتنفس، والجدران تطبق عليك. مضت 18 ساعة على عملية الفرار. مع احتمال خروج سيلفرز من الولاية اعتبر رسميا فارا من القانون. كل مذكرات التوقيف أصبحت في كمبيوتر معلومات الجرائم الوطنية وكمبيوتر جرائم إنديانا. أصدرت مذكرة توقيف بحق الهارب عند مغادرته ولاية إنديانا. وصل سيلفرز إلى لويفيل، عرف أنه سيتم التبليغ عن سرقة السيارة، لذا تركها في موقف سيارات مبنى شقق سكنية. تركت السيارة في مجمع سكني ومسحت بصماتي. كنت أحاول الطلب من أحدهم بأن يطلب لي سيارة أجرة. مرحبا، أتساءل إن كان بإمكانك. طرقت عدة أبواب، معظم السكان كانوا كبار السن، كانوا خائفين من شاب يقف في موقف المبنى. وفجأة رأيت سيارتي شرطة متجهتين صوبي، لذا سارعت في الاختباء بين المباني كي لا تراني الشرطة. خاف سيلفرز من أن تجده الشرطة وتعيده إلى السجن. اختبأت خلف شاحنة، اختبأت وحسب، وأملت أن لا يروا رجلي من تحت الشاحنة. كانت السفارة تضوي والسيارة تسير، وكنت أراهم يجلون في المكان. عند وصول الشرطة إلى الطرف الآخر من موقف السيارات حصل سيلفرز على فرصته. ركض خارجا من الموقف وتوجه إلى الوادي. انتهى بي الأمر بالعثور على كراج قديم، كان الباب مفتوحاً ورأيت أن فيه دوراً علوياً. كان هناك كثير من الأغراض، كنت مستلقياً فوق وخفت كثيراً حين سمعت صوتاً على باب المرأب. وإذا فتح أحدهم الباب فذلك يعني أن كل شيء انتهى، سينتهي أمري حتماً. سيلفرز خشي أن تكون شرطة إنديانا قد اقتفت أثره إلى لويفيل. جعل من الدور العلوي منزله المؤقت. اختبأت في الدور العلوي لستة أيام، وأثناء الليل عند الساعة 1 فجراً تقريباً كنت أتسلل لأحضر الماء. وجدت بعض عيدان الثقاب وقمت بغلي الماء وشربه، كان ذلك يشعرني بالغثيان لكنه ماء ولم أبصقه. اكتشف المحققون أن هذه ليست المرة الأولى التي يهرب فيها سيلفرز من القانون.
في أغسطس سنة 1997 اتهم بجريمة سطو وسرقة، وتم إرساله إلى سجن مقاطعة لورانس في إنديانا ليقضي فترة سجنه. بعد 3 سنوات مشروع ترميم في السجن أتاح له الفرصة للهروب. أزالوا قسماً من منطقة الاستراحة الخارجية. كان يوجد سياج ارتفاعه حوالي 5 أمتار ومصارف حديدية في أعلاه. رأيت سلماً يستخدمه عمال البناء. أخذت السلم وتسلقته وقفزت فوق السياج وهربت. عندما كان هارباً اختبأ سيلفرز في منزل صديق له في مقاطعة أورانج. استعان بمهاراته في الكمبيوتر لجني المال الفوري. كان يصدر شيكات مزورة على الكمبيوتر ويرسل الناس ليقبضوها. هذا ما كشف مخبأه حيث كان يصنع الشيكات. هناك ألقوا القبض عليه. بعد 3 أسابيع من فراره أرسل سيلفرز إلى سجن مقاطعة أورانج لينهي فترة عقوبته. بعد 2 سنوات قام بمحاولة فرار ناجحة وجريئة أخرى ليصبح حرا. الرقم 9. أنا أعلم أن حياتي انتهت. انتهينا من الرقم 9. لذا قررت من أجل سلامتي ونجاتي أنه علي الفرار. في هذه الأثناء تلقت شرطة مقاطعة أورانج معلومة. حسنا جيد. شوهد رجل بمواصفات سيلفرز يعبر حدود كنتاكي في سيارة مسروقة. عند علمنا أن لوفيل حددت موقع السيارة في موقف مجمع سكني، ذهبت أنا وشرطي من الولاية وفتشنا السيارة، حيث عثرنا على بصمات كاري وتأكدنا من أنه هو من قام بسرقتها. بعد حوالي 2 أسابيع من الاختباء في الدور العلوي خرج سيلفرز وتملكه اليأس على الفور. ليس لديه مال ولا طعام ولا خطة، لكن لديه خيط أمل رفيع. انتهى بي المطاف بالاتصال بأقارب بعيدين. أنا كاري سيلفرز، كنت صريحا معهم وأخبرتهم بالقصة كاملة، من كنت وما كان يجري، ووضعت حياتي ومستقبلي بين أيديهم. هربت مجددا. أقارب سيلفرز سمحوا له بالعيش في منزلهم. بدأ يعيش حياة مستقرة جديدة وتجنب لفت الأنظار. حسنا، العائلة هي الأهم. انتهى بي الأمر بالحصول على وظيفة في شركة مبيعات أملأ البرادات بالمأكولات والصودا. كنت أنوي تغيير هويتي في أسرع وقت ممكن. اسمي المستعار في لوفيل كان جاستن كيس. اخترت هذا الاسم لأنه لطيف. محاولة سيلفرز تأسيس حياة في لويفيل لن تطول. أحد أقربائي الذي بقيت عنده لفترة كان صديقا مقربا لملازم في شرطة لوفيل. وصلني تحذير من هذا الملازم في شرطة لوفيل. يجب أن تخرجه من البلدة وإلا سيلقون القبض عليه. طلبوا منهم أن يبحثوا عني. كان علي الرحيل. ادخرت القليل من المال واستأجرت غرفة خارج المدينة لبضع ليال، ريثما أضع خطة لما سأفعله. كان سيلفرز قلقا من أن الشرطة ستقبض عليه، لذا قرر التوجه إلى الجنوب. سرت إلى محطة حافلات، تذكرة ذهاب إلى نيو أورلينز. اقتربت من شباك التذاكر وقلت أريد تذكرة ذهاب إلى نيو أورلينز. اخترتها لأنني قرأت في مكان ما أنها عاصمة الجريمة في البلاد، لذا فكرت في أنه بوجود هذه الجرائم الخطيرة التي تحدث شخص عادي مثلي يمكنه أن يفلت من القانون. وصل سيلفرز إلى المدينة الكبرى بسهولة. مرة جديدة عليه أن يستخدم هوية مزيفة جديدة كي لا يقبض عليه. كل مرة أنتقل فيها إلى مدينة جديدة أحاول أن أغير مظهري قدر المستطاع، وكنت أخسر الوزن باستمرار، لذا كان شكل وجهي يتغير وكنت أبدل أسلوبي في الثياب وأظهر بشكل مختلف. حصلت على وظيفة كمساعد طاه ومتدرب. أحببت طبيعة الحياة هناك. شخصية سيلفرز الساحرة وسلوكه الودود ساعده على التأقلم وتكوين صداقات جديدة في نيو أورليانز، لكنه بقي يشعر بالحاجة إلى الحذر في كل خطوة يقوم بها. كل مرة كنت أرى فيها شرطياً كنت أشعر بالخوف وأتجمد تماماً في مكاني، أخاف من النظر في عينيه.
هل هو قادم من أجلي؟ هذه هي النهاية؟ سبتمبر سنة 2002، مضت 6 أشهر تقريبا على فرار كريس سيلفرز من السجن للمرة الثانية. المحققون في مقاطعة أورانج ليس لديهم أي دلائل جديدة. الأمل الوحيد هو أن يقوم سيلفرز بالاتصال بأحد أقاربه. هل تعرفين أي معلومات عنه؟ قمت بالعديد من الرحلات إلى مقاطعة أورانج لمقابلة العائلة والأصدقاء لأرى إن كان أحدهم يعرف شيئا عنه. كان صعبا أن تأخذ معلومات من عائلته، كانوا يحمونه. أمن معلومات أخرى؟ من دون أي معلومات للمتابعة وصلت القضية إلى حائط مسدود. لا أعلم حقا. أصبح الأمر أكثر إحباطا لأنه اختفى تماما من على وجه الأرض لفترة طويلة من الزمن، وليس هناك من طريقة لمعرفة السبيل الذي سلكه أو إلى أين اتجه. حقيقة أن كاري كان ذكيا جدا جعلت التحقيق أكثر صعوبة، لأنه خلافا لمعظم المجرمين بقي بعيدا عن الأضواء ولم يتورط في أي مشاكل. في أكتوبر سنة 2002 حصل شيء أجبر سيلفرز على ترك الحياة التي يعيشها والمضي قدما. في إحدى الليالي جرت سرقة للمطعم. أرادت الشرطة استجواب جميع من يعمل هناك، وبالطبع لا يمكنني فعل ذلك. أعتقد أنه عمل داخلي، هذا ما أعتقده. لذا عندما أرادت الشرطة استجوابي قررت المغادرة. ذهبت إلى محطة باص وحصلت على تذكرة إلى براونسفيل تكساس، وهي مدينة حدودية. فكر سيلفرز في أن لديه فرصة أفضل إن ذهب إلى المكسيك، لكن الذهاب إلى هناك قد يكون تحديا حقيقيا. لم أكن أعلم ما سأمر به للدخول إلى المكسيك، لم يكن لدي هوية، جواز سفر أو أي شيء، لذا فكرت إن لزم الأمر سأشتري طوفا وأقوم بجولة إلى جنوبي بادري آرم والالتفاف من حولها والدخول إلى المكسيك. أحاول إيجاد طريق نحو الجنوب. كنت في محطة الباص وجاء إلي شخص شعره طويل، بدأ بالتحدث إلي وعرفت أنه ليس علي أن أفعل شيئا. قال عليك أن تضع حوالي 50 سنتا في هذا الباب الدوار وتعبر. وهكذا دخلت المكسيك، حملت حقائبي وسرت نحو الجسر. كانت لحظة عاطفية لأني اعتقدت أنني لن أعود إلى دياري مرة أخرى. وصل سيلفرز إلى بلدة ماتاموروس، لكنه لم يكن ينوي الاستقرار هناك. لديه خطة بعيدة المدى قد تضمن له حياة طويلة من الحرية. إن تمكن هارب من أن يصل إلى البرازيل ويتزوج ويرزق بطفل، فلن يسلمه أحد لأي بلد أو أي مكان. هدفي كان الوصول إلى البرازيل وبدء حياة جديدة. أمال سيلفرز تبخرت سريعا. ماتاموروس مدينة ساحلية، لكن ليس هناك من منافذ، لا سبيل للوصول إلى البرازيل من هناك. والأمر الثاني المزعج كان عندما أدركت أن المكسيك لديها حدودان، يمكنك عبور الحدود الأولى بسهولة ومن دون هوية، لكن للوصول إليها عليك أن تقطع أكثر من 40 كيلومترا في الداخل، وهناك حواجز عسكرية، ويجب أن يكون لديك إذن خروج إن كنت مواطنا أمريكيا، وهو نوع من التأشيرة. إذن أنا محاصر. حاول سيلفرز أن يستفيد قدر الإمكان من وضعه في البلد، لكن بعد أسبوعين نفد حظه وماله. بدأت أبحث لأجد طريقة أكسب بها بعض المال. لا أحد سيوظفني، الآن أنا في الشارع من دون مال أو طعام أو ماء، حتى أنني لا أتكلم لغتهم. كنت أعاني حقا، آكل من صناديق القمامة حيث بالكاد أجد أي طعام. رحت أفكر في أنه علي أن أسبح لأصل إلى ريو غراندي والعودة إلى الولايات المتحدة، حيث على الأقل سأعثر على وظيفة. بعد بضعة أسابيع من الوصول إلى ماتاموروس التقى سيلفرز صديقا أمريكيا. الرجل محارب سابق في فيتنام، عرض عليه عملا لكنها فرصة عمل محفوفة بالمخاطر. ما رأيك في أن تزرع الماريجوانا؟ سيعطيني بيتا أقيم فيه، سيستأجر مخزنا، سيدفع مقابل كل شيء، وعلي أن أزرع له بعض الماريجوانا عالية الجودة. بما أنه ليس لدي أي خيار آخر وافقت. المشروع المشترك سرعان ما أصبح تجارة مربحة. إلى جانب زراعة المحصول
كان سيلفرز يساعد في توضيب المخدرات لبائعها في الولايات المتحدة مقابل حصة من الأرباح. كان ينقل الماريجوانا عبر الحدود لبيعها هناك مقابل ربح وفير. مضت عدة أشهر وسيلفرز كان سعيدا لأنه يكسب بعض المال السهل. لم يكن يعلم أن شرطة مقاطعة أورانج حصلت على دليل عن مكانه بعد أن اعتقلت أخاه في إنديانا. اعتقل أخوه بسبب مخالفة مرور. الشرطي الذي أوقفه وجد مالاً أو إيصالات كانت قد أرسلت بالبريد إلى ماتاموروس المكسيك. تحدثت إلى سلطات برانزفيل والماريشالات في الولايات المتحدة والإف بي آي وأخبرتهم بما وجدنا، بأننا علمنا بالتأكيد أنه في طريقه لعبور الحدود نحو المكسيك. عادت السلطات إلى ملاحقة سيلفرز. في الوقت نفسه وقع سيلفرز في حب امرأة مكسيكية شابة تدعى إيزابيل. قابلت ذلك الشاب وبعدها التقيت أخته ووقعت في غرامها. كان حبا من أول نظرة. كنت صادقا معها، أخبرتها بكل شيء، من أنا، ماذا كنت أفعل هناك، وما كانت نواياي. إيزابيل أرادت العودة إلى ابنها الصغير وعائلتها في فيراكروز المكسيك. فيما علاقتهما كانت تتطور، قرر سيلفرز أن يترك عمل المخدرات ليتمكن من الانتقال إلى هناك معا. لكن تسلل سيلفرز عبر الحواجز العسكرية سيكون تحديا، ففكرت إيزابيل في خطة. قررنا جميعا أنهم سيهربونني إلى فيراكروز. سنقوم بتحميل شاحنة صغيرة وسنوجد مكانا خفيا داخلها لأختبئ فيه حين نصل إلى الحواجز العسكرية. دخل سيلفرز إلى الشاحنة الصغيرة واختبأ تحت ثياب إيزابيل وأمتعة أخرى. بالرغم من أن الشاحنة كانت مليئة بالصناديق والأكياس، لكن سيلفرز ليس صغير الحجم، لذا لم يكن مختبئا جيدا. إنه يعلق حريته على أمل ألا تفتش دورية الحدود المكسيكية الشاحنة بدقة. إنها مناورة عالية الخطورة، بخاصة بالنسبة إلى هارب. كانت رحلة مرهقة جدا، هذا أقل ما أقوله. الجيش المكسيكي راح يحرك الصناديق وينقل الأشياء التي كنت مختبئا بينها. كان أمرا يثير التوتر. عبر سيلفرز نقطة التفتيش من دون أي حادث ووصل إلى فيراكروز مع صديقته إيزابيل، حتى أنه تدبر الأمر أن يبقى متقدما على السلطات في إنديانا التي طلبت من الشرطة في الولايات المتحدة مساعدتها على إيجاده. جيسون وودلو قائد شرطة في الولايات المتحدة كلف بالقضية. هو ومحققون آخرون يعلمون بأن سيلفرز كان يعيش في ماتاموروس المكسيك. ما لا يعرفونه هو أنه رحل. كانت وكأنك تبحث عن إبرة في كومة من القش في انتظار أن يرتكب خطأ. تتبع المحققون التحويلات البرقية التي كان يتلقاها سيلفرز، واكتشفوا الصلة بينه وبين الجندي السابق الذي كان يعمل معه. كاري وشريكه في حين كانا يعيشان معا في ماتاموروس كانا يرسلان الماريجوانا في الشحن السريع إلى ولاية إنديانا لأخيه الذي كان يبيع الماريجوانا وكانت مصدرا لبعض من الدخل الذي أدى إلى التحويلات البرقية. أعطني التفاصيل. وودلو يعلم أن عليه استجواب الجندي على أمل أن يجد سيلفرز. قام ببعض التحقيقات ووجد أن الجندي يعبر الحدود إلى براونزفيل تكساس بانتظام. كان بالطبع يتلقى المساعدة من المكتب الفيدرالي من خلال الضمان الاجتماعي، وترسل له الشيكات إلى صندوق بريد في براونزفيل قرب الحدود. استنتجنا أنه في اليوم الثالث من كل شهر يصله الشيك إلى صندوق البريد، وفي ذلك اليوم أو اليوم الذي يليه كان يأتي ويأخذ المال. جهز الماريشالات عملية خادعة على الحدود بين براونزفيل وماتاموروس.
كان لدينا فرصة بعيد عبوره الحدود ووصوله إلى صندوق البريد. تخشى السلطات أنه إن فوتت الفرصة ستنتظر شهراً آخر على الأقل قبل أن يتم توقيفه واستجوابه. هناك أيضاً مخاطرة عند الحديث إليه، قد يخبره الجندي السابق بأن المارشالات يقتربون منه. لم نتمكن من القبض عليه أثناء عبوره الحدود، لكن كان لدينا نائب مارشال أمريكي متمركزاً في مكتب صندوق البريد، وعند وصوله لأخذ البريد أعتقد أنني أراه. عذراً سيدي. وافق على استجوابه بكامل إرادته وأقر بأن كاري كان يعيش معه في ماتاموروس منذ فترة، لكنه رحل منذ عدة أشهر. في هذه الأثناء كان سيلفرز يصارع للتأقلم مع حياته الجديدة في فيراكروز، ويحاول جني المال له ولإيزابيل وابنها الصغير. مرة جديدة لم أعثر على وظيفة. يعمل أخوها في مزارع الليمون والموز، وعملت معها مؤقتا بمدخول 10 دولارات يوميا. الآن لدينا طفل صغير يعيش معنا ويحتاج إلى الحليب والحفاضات، لذا يبدو أننا كنا سنفلس. اعتمد سيلفرز اسما جديدا. استخدمت اسم ديفيد سكاربيتي. اخترت اسم ديفيد لأسباب عدة. السبب الأول هو أنه اسم معروف ومحبب لدى الناس، والسبب الثاني هو أنني أحتاج إلى اسم سهل في اللغة الإسبانية. في أحد الأيام قرر سيلفرز أن يمضي وقت فراغه بالشيء الوحيد الذي تمكن من تهريبه إلى فيراكروز. الشيء الوحيد الذي تمكنت من أخذه معي من ماتاموريس هو الحاسوب. أحب العمل عليه، لطالما قمت بتصليحه، أثبت وأعدل الشبكات، لذا قررت في ذلك النهار أن أعمل على الحاسوب. عندما اكتشف جيرانه هوايته، اتخذت حالته المادية منحاً جديداً. مرحباً. جاءت امرأة وأرادت أن تسأل إن كان بإمكاني أن أعطي دروساً خصوصية في الحاسوب لأحفادها. بإمكانك إعطاء أحفادي دروساً في الكمبيوتر؟ قلت أجل، وسألتني كم سأتقاضى، وقلت ما رأيك في 5 دولارات في الأسبوع لكل ولد؟ وافقت وفتحت حقيبتها ودفعت لي مقدما. فجأة أصبحنا نملك المال. سرعان ما انتشر الخبر في أرجاء البلدة، ولأول مرة في حياته بدأ سيلفرز يجني مدخولا شريفا. صباح الخير، اسمي السيد سكاربيتي. راح الناس يطرقون بابي. مرحبا، أتدرس ابني؟ أنا أدرس في مدرسة للأحداث، والمئات والمئات من الأولاد في الابتدائية والإعدادية والبالغين أيضا. أدرس اللغة الإنجليزية والحواسيب. أعجب سيلفرز المدخول الثابت الذي يجنيه لإعالة عائلته الجديدة. سرعان ما كسر القاعدة الجوهرية بالتواري عن الأنظار عندما تكون هاربا من القانون. إن احتجتم إلى المساعدة ارفعوا يدكم وسآتي لمساعدتكم. لقد بدأت أصبح دعامة في المجتمع تدريجيا، والجميع يكن لي الاحترام والامتنان لما أقوم به لمساعدة الناس ولتفهمهم أيضا. قرر سيلفرز وإيزابيل الزواج. لقد أقمنا احتفالا، علما أنه ليس قانونيا تماما، لأنه لا يمكنني استخدام اسمي، لكن بالنسبة إليها في صحوة ضميري قررنا الزواج كي لا نعيش خلافاً لمشيئة الله. بعد مرور أشهر على تواجده في فيراكروز، أسس سيلفرز وظيفة ناجحة في التعليم. لديه وظيفة، زوجة، وتأمين جديد على الحياة، لذا قرر أن يقوم بخطوة جريئة ستبرزه في المجتمع أكثر. أصبحت شريكاً في متجر يدعى Earth Navigator، مقهى للإنترنت يحتوي على حوالي 30 حاسوباً ومتجر للقطع ومتجر للحواسيب. أعتقد أنه شعر بأمان بوجوده في المكسيك، يعلم ويدير عمله الخاص. أعتقد أنه شعر بأنه حر حقاً. حياة سيلفرز الإجرامية تبدو ذكرى بعيدة جداً عنه. في عصر أحد الأيام يصطدم بالواقع أثناء تصفحه الإنترنت في متجره. نظرت إلى موقع أكثر المطلوبين في أمريكا وأنا كنت ضمن اللائحة. ثرت حين رأيت صورتي. أغلقت الصفحة فورا وقمت بكل ما يمكنني أن أفعله كي أنشغل عن التفكير في ذلك. من سيبحث عن كاري سيلفرز في المكسيك؟
عندما عاد قال لي إنه تصفح موقع أكثر المطلوبين في أمريكا كي يرى إن كان مطلوباً، ورأى صورته وأغلق الصفحة لأنه كان يخشى أن نتعقبه أو أن نقتفي أثر من يدخل الموقع. في عصر أحد الأيام تلقى سيلفر زيارة غير متوقعة أثارت قلقه على الفور. ظهر رجل يرتدي بدلة. هل ديفيد سكاربيتي هنا؟ أعتقد أنه شرطي، لا أملك إجازة عمل ولا بطاقة هوية ولا جواز سفر. هناك رجل في الخارج يريدني، فكرت أنا في ورطة. مرحبا، كيف أساعدك؟ سيد سكاربيتي. أجل. كان يحدق في وجه رجل قد يكون شرطيا. أنا مدير مدرسة مهنية جديدة وأحتاج إليك. اكتشفت أنه مدير مدرسة مهنية جديدة في المنطقة ويريد مني أن أعطي دروسا في الإنجليزية. أود ذلك. حسنا، أهلا بك. شكرا جزيلا. سأتقاضى المبلغ نفسه الذي أتقاضاه عن دروس الحواسيب، لكن سيكون لدي عدد كبير من التلامذة، لذا سأجني كثيرا من المال. قبل سيلفرز الوظيفة رغم أن ذلك سيجعله معروفا أكثر. مرحبا، هل ابني يبلي حسنا في صف الكمبيوتر؟ أسلوب الحياة الذي كنت أعيشه يخالف هدفي في البقاء حرا. كنت من أكثر الناس شهرة على نطاق حوالي 80 كيلومتراً، وهذا ليس أمراً يريده هارب من القانون. تمكن سيلفرز من عدم لفت الأنظار كأستاذ لسنة كاملة من دون أن تعثر عليه الشرطة، ثم قام بخطوة مهنية أمل أن تساعده بإبعاد أي تحقيق للشرطة عن أثره. حصلت على فرصة إعطاء الدروس في أكبر مدرسة ابتدائية في ولاية فيراكروز اسمها مارتينيز دي لا توري. بعت متجري وكل شيء وانتقلت إلى المدينة الجديدة. في أمريكا السلطات اقتربت من العثور على سيلفرز. المعلومات التي قدمها شريك سيلفرز السابق كشفت عن أثر للمال يؤدي إلى إيزابيل مباشرة. مرحبا، كيف أساعدك؟ أريد أن أستلم. كنت أستعين بزوجتي، كانت تذهب لتقبض المال أثناء تواجدي في ماتاموريس، لذا اقتفوا أثر اسمها من خلال السجلات، سجلات الحوالات، وتمكنوا من العثور على منزلها في فيراكروز. أهلا وسهلا. أرسلنا كل المعلومات إلى المكتب المكسيكي الميداني للأجانب الذي يعمل بالتلازم مع السلطات المكسيكية، ومع مزيد من المعلومات التي حصلوا عليها تمكننا من تحديد موقعه في مجتمع صغير جداً يدعى مارتينيز دي لا توري في فيراكروز. الآن تعلم السلطات مكان إقامة سيلفرز ويأملون أن يتمكنوا من القبض عليه بسهولة. إنه رجل أبيض، في الواقع كان بارزاً في المكسيك بغض النظر عن مكان تواجده. أي شخص على مسافة 80 كيلومتراً سيعلم فوراً من هو الأمريكي. تملك الشرطة معظم المعلومات لحل اللغز. كل ما يبقى للقيام به هو العثور على سيلفرز والقبض عليه. الخامس عشر من ديسمبر سنة 2004، فيراكروز المكسيك. كاري سيلفرز هارب من العدالة منذ سنتين ونصف السنة. ارفعهما، ارفعهما. بعد فرار جريء من سجن في إنديانا. هيا اخرج هيا. أوصلته رحلته إلى بلدة مارتينيز دي لا توري الصغيرة، حيث استحصل على هوية جديدة ووظيفة ناجحة كمدرس لغة إنجليزية وكمبيوتر. إن احتجتم إلى المساعدة ارفعوا يدكم وسآتي لمساعدتكم. لسوء حظ سيلفرز، السلطات الأمريكية حددت موقعه وحريته على وشك أن تنتهي. أرسلنا نائب ماريشال أمريكيا يتقن اللغة الإسبانية إلى المكتب المكسيكي الميداني للأجانب في مدينة مكسيكو لتقديم المساعدة التقنية للحكومة المكسيكية. حددوا موقعه في ملكية إيجار في مارتينيز دي لا توري، وضعوا الملكية تحت المراقبة. لا يعلم سيلفرز أن السلطات حددت موقعه في مارتينيز دي لا توري وتخطط للقبض عليه. في عصر الخامس عشر من ديسمبر سنة 2004 ذهب سيلفرز إلى متجر فيديو محلي. فريق من الفيدراليين المكسيكيين والماريشالات الأمريكيين اقتفوا أثره إلى المتجر وراقبوه من مسافة بضعة عشرات الأمتار. هذا هو. عندما توقفت عند متجر الفيديو خرجت من السيارة وأقفلتها وانقض علي رجلان.
ارفعهما. لا تتحرك. أمسكوا بسيلفرز على غفلة وحاول أن يقاوم. دفعاني على السيارة وحاولت بقوة أن أبتعد عنها وأستدير. لا تتحرك. فجأة اقترب رجل أمريكي. كاري سيلفرز، نحن نعلم من أنت. قال لا تقاوم وإلا أطلق النار عليك. عندها توقفت عن المقاومة. اقتيد سيلفرز إلى الحجز. قبضنا على سيلفرز. سلمت السلطات الفيدرالية المكسيكية سيلفرز للسلطات الأمريكية فورا. أعدوه خلال 24 ساعة من القبض عليه. رحلته الحكومة المكسيكية فورا، وكانت شرطة ولاية إنديانا تنتظره لتستجوبه. اتصلوا بنا وأعلمونا بالوقت الذي سينقلونه فيه إلى إنديانابوليس، وسمحوا لنا بالمجيء واستجوابه. وصل سيلفرز إلى إنديانابوليس إنديانا، وتم نقله إلى إصلاحية بيندلتون على مسافة 40 كيلومترا. بعد أشهر من وصوله إلى السجن تلقى سيلفرز خبرا محزنا. بعد 7 أشهر من القبض علي أو 6 أشهر تحسست بسبب لدغة نحلة، ومع مرض الربو أعطاها الطبيب حقنة لكنها لم تكن كافية وتوفيت في سيارة أجرة أثناء ذهابها إلى طبيب آخر. كانت في 31 من عمرها. وبالطبع دمرني الخبر. لم أخرج من غرفتي لأسابيع. كان ذلك صعبا جدا علي. بعد 5 سنوات ما زال ينتظر محاكمته بتهمة الهروب من سجن مقاطعة أورانج. يعلم أنه خرق القانون، لكنه قال إنه لم ينوي إيذاء أحد خلال ذلك. بالطبع أنا مذنب في بعض الأمور، ولا أمانع الاعتراف بما فعلته وبأنني أخطأت بغض النظر عن الدوافع. سأقضي عليك. أنا لست مذنبا بما يتهمونني به. أنا بالتأكيد لم أحاول قتل أحد، ولم أحاول خطف أحد، ولم أؤذي أحد، ولم أحاول ذلك. حتى كنت أحاول الهروب لأنقذ نفسي. كان لذلك المسدس صمام أمان إضافي. أو سأقتلك على الفور. لو لم يكن فيه صمام أمان إضافي لكان ضغط على الزناد وقتلني وقتها. ينوي سيلفرز أن يستأنف حكم السجن الأساسي 61 عاما. هذه حياة، ليست مجرد سنوات قليلة هنا وهناك. هذا تحويل عقاب إلى عقوبة مدى الحياة. لا أظن أنه يجب تدمير حياة إنسان بالكامل بسبب أخطاء فعلها في صغره ولم تؤذي أحدا، بخاصة عندما تعلم أنك لست شخصا سيئا وتعلم أنه لديك الإمكانية لتفعل شيئا في حياتك، أن تكون ناجحا وتساعد الناس. يمضي ساعات طويلة في مكتبة القانون ويتناقش مع زملائه المساجين في نواح قانونية لقضيتهم. لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كان قادرا على تقديم ملفات للمحكمة تخص قضيته وتوافق على تخفيض عقوبته. وافق المحققون على أن سيلفرز ليس من المجرمين المتصلبين النموذجيين، لكنهم يعتقدون أنه يستحق عقابه. لقد تغير. أنت تنظر إلى مجرم أنيق عندما تنظر إلى كاري، ليس الشخص الذي يلوث يديه. قد يتلاعب بأحدهم ليلوث أيديهم وهو يستفيد من ذلك. إنه إنسان خطر لأنه ذكي ومخطط ويفكر في كل التفاصيل. هيا هيا هيا. كاري سيلفرز محتال، تخطى الحدود عند هروبه من السجن، كاد ينجو بفعلته وهو واثق أنه لن يمضي حياته في السجن. سأكون حرا من جديد ولن أكون عجوزا، أنا مقتنع بذلك. يستحق فترة سجن طويلة. أمضى حياته وهو يحاول سرقة الأموال بالطريقة السهلة. لجأ إلى الجريمة لإعالة نفسه. كثيرون من هؤلاء لا يتغيرون بين ليلة وضحاها. ابقى منخفضاً.